حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقه قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه صغار الاعين ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقه